السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا هي الملخص الشوط الأول المنتخب الوطني التونسي وأستراليا نهائيات كأس العالم قطر 2022 الجولة الثانية، وإن شاء الله وين الأسترالي وين فائزة بهدف لصفر في الدقيقة 23 دوك الذي سجل الهدف. يعني وإن شاء الله وين رغم أن نقولوا باللي الإحصائيات يعني مباراة الشوط بعد تسجيل الهدف ربما كان الشوط يعني نقولوا باللي الشوط أول كان متساوي في الإحصائيات. كم بقاو نشوفوا الإحصائيات يعني 50% 50% نسبة استحواذ، 157 تمريرة بالنسبة للأسترالي، 160 تمريرة بالنسبة للمنتخب تونس. يعني وين نقولوا باللي قادر اللي يدخل بخطة 3-4-2-1، شان المدرب تاع الأسترالي اللي دخل بربعة سنين 3-1، لكن الخطة تتغير معنا. نقول باللي غلطة واحدة برك ورانا نشوفوا يعني اللاعبين تاع الأستراليين طويلين القامة، لكن المنتخب الوطني التونسي وراه يلعب على نقولوا بلي يلعب على الكرات، يعني ما راهمش يحطوا البوله في الارض، حطوا البوله في الارض. شاهدناكم يعني في 10 دقائق الاخيره من الشوط الاول وين التعليمات تاع المدرب وين حطوا البوله وين مشات ولاو يلعبوا في السماء ولاو يلعبوا الكرات الطويله. هما رانا نشوفوا وين غبنوكم، يعني كما نقولوا هنايا الصراعات يعني في السماء ولاو يغبنوكم، ما درتوا معاهم والو. حط البولات تاعك، مشي البولات تاعك، يعني ولعبوا اللعب تاعكم توانسان ورمامو، تلعبوا اللعب تاعكم اللعب التونسي، هذه يلعبوا اللعب التونسي. ما تعبش تلعب يعني تزيد فيها، ما غاديش ما غادي دير والو. لعب باللعب تاعك، كرات قصيره، لعب يعني بناء الخطط تاعكم الهجوميه من الوراء والصعود على الاطراف، يعني وفي بعض الاحيان شأنكم هما ويرام عندهم راه عندهم نقطة الضعف تاعهم راهي على الجهة تاع لاكوش، صح عندهم هذاك الايلي تاعهم، هذا الايلي كوش هذاك تاعهم، يعني وين يلعب بالسرعة تاعو والمراوغات ويحوس يلعبوا عليه، هذوك يلعبوا عليه، راهم يلعبوا عليه، الاستراليا تلعب عليه، بصح انتوما يعني ويلعب على السرعة تاعه، السرعة تاعو يعني في الكرات المرتدة، تشوف كيفاش الكرات المرتدة تاعهم دائما وين تكون خطيرة. يا خويا هذوك اللعابة نورمالمون يشوفوا للجماهير التونسية اللي راهي في الملعب، نورمالمون يشوفوا الجماهير التونسية اللي راهي في الملعب، هذه هي. هنا وين جانا جلال عبد الجلال قادري وين دخل بخطة 4-2-3-1، شاهدنا وين 3-4-2-1، شاهدنا وين ارنولد المدرب تاع الاسترالي اللي دخل بربعة سنين 3-1. يعني من حنايا الكرة القدم الاسترالية يعني ما تفوش على شمال افريقيا، ما عندهاش نجاحات كبيرة يعني على المنتخبات شمال افريقيا. على هذيك نقولوا باللي اليوم تونس يعني نورمالمون تونس الهدف اللي تسجل ما حقوش يتسجل، لا لا ما حقوش يتسجل، يعني وما نضيعوش فرص، ما تضيعوش فرص، راكم ضيعوا فرص، ضيعتوا على الاقل فرصتين، ضيعتوا فرصتين، استغلوا اي فرصه تجي، غادي خدش عليها غادي ما ديروا والو. اللعب اللي راكم ماشي اللعب اللي بديتوا به ما ديروا به والو، هذه هي. راكم الخطة اللي تساعدكم يعني بالدفاع اللي راه عندكم ميليو تيرا، يعني تنجموا تلعبوا ضروك تلعب يعني بطريقة شبه هجومية، يعني تلعب شبه يعني في الهجوم واللعب الحذر، يعني وخاصة في وسط الميدان، يعني وسط الميدان هما اللي راه عندهم يعني راهم في وسط الميدان كيما يحكموا يلعبوا على ذاك الإيلي غوش هذاك، يعني والسرعة تاعو حذر حذري من السرعة تاعو. هذا مكان هما راه عندهم ديفو تاعهم هذاك ذاك الطروة تاعهم، راه الطروة تاعهم ميت ضعيف بزاف، وين شاهدنا راهم يديروا له المساندة الأسترالي، وين راهم يخدموا له ويديروا له المساندة، هذاك لعبوا عليه ويكون عندكم يعني لعبوا الأطراف، لعبوا الأطراف، الأطراف هي اللي غادي تسلككم. أنا نقول لك البرازيل وتلعب على الأطراف، تلعب لي روتري، هذه هي. وين شاهدنا في الحراسة تاع المنتخب التونسي أيمن دحمان، يعني ديلان شان ياسين مرباح منتصر الطالبي محمد يعني علي عبدي الياس الصخري
عبد عيسى العيدوني، نعيم سليتي، يوسف المساكني، عصام جبلي، وين نتمناو ان شاء الله نشوفوا الوهبي الخزري. هذه المباراه والله العظيم تاع الوهبي الخزري، المباراه هذه تاع الوهبي الخزري، يعني في لاطاك الوهبي الخزري، الخزري مع الاخر مع المساكني رايحين، يعني نقولوا باللي نعيم السليتي يعني والله يعاوضه 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 الخزري افضل. حان بعد ذلك مجبر هذاك ينجم يعطي الاضافه كذلك. وين شان وين الاسترالي، وين ماثيو في الحراسه، يعني فاران شان هاري شناكي عزيز عزيز جاكسون ارون رالي رالي ليكي يعني دوك كريند، يعني وين نقولوا بلي اليوم وين نعاود نولي نتكلم على المنتخب التونسي، يعني منتخب تونسي وين ولا متفوق خاصة في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول، يعني على بالك تنجم تنجمو 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 يعني تعاودوا تولوا في النتيجة، الشوط الثاني تولوا في النتيجة. العسب 10 دقائق تاعكم اللي لعبتوها التالية تعاودوا تولوا في النتيجة، باقي لكم 45 دقيقة وهي ضربك هذه 45 دقيقة، يعني الكل في الكل، الكل راك منهزم، راك داخل خاسر خويا، راك داخل مقصي، دير في راسك راك مقصي، خاطر غادي تلقاك فرنسا، دير في راسك لازم تربح اليوم ربع نقاط على الأقل، يعني تكون معاك النتيجة، تكون معاك تشفع لك النتيجة. على هذيك نقولوا باللي اليوم وين المنتخب التونسي خاصة أمام منتخب أستراليا، يعني ما نقولوا باللي ماهوش منتخب يعني اللي نقولوا منتخب قوي جدا ومنتخب، لا لازم نعرفوا باللي تونس عاودوا ولوا اللعب تاعكم، وخاصة وين أنا نشوف باللي قادري وين غادي يدخل الوهبي الخزري، يعني غادي يدخل خاطر الوهبي الخزري لاعب اللي عنده خبرة كبيرة، يعني ينجم يفيد المنتخب يعني في هذه 45 دقيقة بالخبرة تاعو الكبيرة، يعني تنجم نشوفه باللي يلعب على يعطي حلول، نقولوا باللي يعطي حلول يعني في الشوط الثاني هذه لا بغات 20 مينيت التالية، يعني في 20 مينيت ولا 30 مينيت التالية قادر يدخل في 60 دقيقة، يعني يشوف المدرب غادي يشوف يعني اللي يكون تغييرات تكون مبكرة ما تكونش روتار، لازم تكون تغييرات مبكرة خاطر عليه. وزيد وين نقولوا المنتخب التونسي اللي راه يلعب، يعني راه يلعب كرات في يعني في الكرات العالية، وهما عندهم يعني رانا نشوفوا باللي عندهم نقولوا باللي عندهم الديفو تاعهم، نشوفوا تاع الاسترالي وين طوال بزاف، يعني بان وين المعلق التونسي وين قال لهم المباراة أصعب مما كنا نتصور. يا ودي هذه كوب ديموند، هذه كوب ديموند، ليق 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 لك نقولوا باللي اللعاب ما راح تشوفوا ما هي سهله. هل نشوف نقول لكم كلمه، كاين لعاب كيسموه يا ربي تاع تونس راه روبلاسو، وين الحل الوحيد لكي تعود تونس هو دخول اللعاب علي رمضان، علي رمضان الذي يستحق مكانة أساسية، كنت أعتقد أنه الوحيدين الذين يعني نقول بلي كنت نقارع بلي نشوف المنتخب التونسي يعني يدخل بهذا اللعاب، لكن كنت أقرب وين خاصة وين تونس بلغت في احترام أستراليا كانت الأقرب للتعادل بعد تضييعها فرصتين محققين خوف من الهجمات المعاكسة تاع أستراليا في الشوط الثاني وتقضي على النصور قرطاج. يعني لازم على بالك هما راهم يلعبوا الكرات المرتدة صعيبة، عندهم ذاك الإيلي غوش هذاك صعيب 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 بزاف، إيلي غوش إيلي دروا، إيلي غوش إيلي دروا، صعاب هذوك راهم يلعبوا عليهم بزاف. هذيك إن شاء الله بالك نشوفوا التغيير في الشوط الثاني إن شاء الله. صحيح ساوش، اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله معكم ديما بجديد.
واللي مشي ابوني معنا. صحيتو، ربي يحفظكم خوتي. صح.